خير يا ام عبد الرحمن، انا مجاد بنت هذاء الخراس، والشيله هذه مردوده فيني من وحده من صديقاتي سبيعيه، شفتي ولا لا؟ لا تنسب انها الغارت، لا تنسب انها، والله يا ام عبد الرحمن اني ما حللت ليوم الدين، انا الشيله هذه مردوده فيني وجيت نداء من عز صديقاتي، تراني ما حللت ليوم الدين، الله حسبي الله ونعم الوكيل. عاني يقول هلت وليش تقولي انا اللي قلتها لصديقاتي ولا كل احد؟ تقولين كم شو تقولي انا اللي قلتها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. يوم النهارده تطها بن عالها ورا تسرقين قصيدتها وتقول انت نزلت علشان هنا جوزه بنت حبيليس مع خرصيات، تبيت الرقويات عواتي على الخرصيات، والله ما تراجعين وتعذرين لتصل المحاكم. عاني قزمت بيات الله قطع الله، كيف على السالفه؟ خلي الهرج ولا ثاني الحياه بعد انت وجه تناقزين، احلف في عيالك يلا انهلت. الله لا يخطبها انت عن عيالك. اي والله الله لا يخطبها. اي والله يا رب يا كريم، والله والله لنجلس بدع الليل كله اللي ما تستحين. عيترة وانا اخت تزعيترة اللي في راسها حب تجيني، وتعين انا وش اسوي بها؟ والله مغر هرج هرج، انا ماني براعية هرج، انا امسك الحرمة ثم اطع رقبة فتحت مالية. تعالين قدامي تعينين وش يحصل، تعيني يحصل شيء، تعين احد يقوم الحشملت، ترى هالوعد اقرب عرس يجي، والله الحضر وراسي الطويل، ثم تعالين انت وبنتك، تعيني وش اسوي بك.